هاي، you have the shoot for the dress today. إيه والفوتوغرافر معي رح تكون تانيا، أنا طلبتها إلها ما بدي غيره. يس حتلاقيكي هونيكي and the driver has your dress already and. خلصي لي الأوراق ارسلي لي إياها اليوم، أوكي؟ سال؟ أهلا بست الحبايب ملعك، تفضلي. شو العمل؟ إيش صار بعدين؟ شرفك ما فتحت سوشيال ميديا ما شفت صور ما ملعك انت ليش واجع راسك على الهبل ده اللي صار وبعدين الحساب فيه له 10000 مشترك صاروا 15000 ملعك خليني اذكرك مين انت لانه بتنسي انجازاتك كثير جدا تعالي معي 3.1 مليون مشترك انفلونسر اوف ذا يير مرتين على التوالي بس okay. السنة ما طلعت انفلونسر اوف ذا يير يكون مستحي يعطوك هي 3 مرات على التوالي بس اوعدك السنة الجاية راح تاخذيها أكثر براند اندورسمنت عندي في الشركة مسلسلات، إعلانات، دعايات كل بنت في البلد تبغى تكون في مكانك وفي نفس الوقت عندك فاشن لاين هلأ بغض النظر عن كل شيء أنت كيف صرت؟ أنا منيحة خلص مثل ما قلت لي لشو بدي ركز على كم صورة نزلهم مدري مين مدري وين أصلاً شو عنده 2-3 فولوورز يعني هو وأمه It's fine رد حطوا سبيكر نشرب كاسو الو اهلين يوسف ما ابغاك توتر ملاك بس ستيف طالع على الهواء بيتكلم عن وينكي فيس كلمها على رواق بكره اوكي اوكي باي ملاك قبل ما تبنك بيب وينكي فيس هي صفحه شغلتها تضوي وتفضح حقائق من حياه الانفلونسرز ونجوم العالم العربي بس غريب من وين عم يحصلوا على هالصور؟ ملاك سعادة من ايام بيروت قبل ما اشتهرت على السوشيال ميديا السؤال الاكبر هو انه شو بيعرفوا عن علاقتها مع سحر؟ نعرف انه كانوا اصحاب بالجامعة بس اكثر من هيك ما في غير اشاعات بس في قلكم انه نحن هون بـ This Just In نعتبر ملاك وسحر جزء منا ومنأكد انه هنن من اقرب الاصحاب لنا وان شاء الله ما يكونوا تضايقوا من هالبوستات اللي عم تنتشر على السوشيال ميديا بس اللي محيرنا هو مين ورا صفحه وينكي فيس تابعونا مثل العاده على كل البلاتفورمز التواصل الاجتماعي لاهم الاخبار انف بولشيت ملاك ما تبنكر صفا ملاك ملاك